تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في برنامجكم برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في البرنامج بنتطرق لأمور ومواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم وأي مداخلات عندكم أو حتى اقتراحاتكم عبر قنوات التواصل ويانا وأرقام التواصل ويانا. بذكركم بأرقام التواصل بس في البداية أرحب فريق العمل وياي اليوم، في الإعداد حسني البلاونة، في الإخراج ميث أبيات، مقدمة الحلقة اليوم دكتورة عاشة البسطي. اليوم بعدنا بمسابقة الأورو دنتل مثل ما عودناكم كل أربع إن شاء الله. اليوم السؤال يقول: تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عنده بلوغ الطفل سنتين من العمر أو عند ظهور أول سن في فم الطفل؟ يمكنكم الإجابة مستمعينا الأعزاء عن طريق إرسال رسالة نصية بالإجابة الصحيحة، بلوغ الطفل سنتين من العمر أو عند ظهور أول سن في فم الطفل، على 4006. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وحياكم الله. هذا هو سؤالنا لليوم اللي هو تحدي صحة الفم والأسنان اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي في برنامج رعاية الفم والأسنان الدنتو أورل، واللي يهدف لنشر الوعي في إمارة دبي حول أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان. نحن عارفين أن صحة الفم والأسنان من يعني تعتبر يعني شيء ضروري ومهم سواء من الأعمار الصغيرة إلى الأعمار الكبيرة، وهذا هو سؤالنا لليوم اللي هو عيد السؤال هالأسبوع: تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عنده بلوغ الطفل سنتين من العمر أو عند ظهور أول سن في فم طفل؟ ارسلونا الإجابة على الرسائل النصية 4006. على نهاية الحلقة إن شاء الله بيتم سحب الإجابة، نخبركم بالإجابة الصحيحة بداية، وبعدين تم سحب الفائز، بيكون فائزين في حلقتنا، في كل حلقة بيكون فائزين اثنين، ويمكنكم كذلك المشاركة في التحدي عن طريق قنوات الإعلام الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وتويتر على مواقع الهيئة. أول ما تبعثون الرسالة النصية بالإجابة اسم المرسل وطبعا رقم الهاتف يطلع لنا هنا، بعد البرنامج إن شاء الله يتم التواصل وياكم وتحديد بنحدد الفائز الأول في الفائز الثاني، وبعد إن شاء الله فوز الفائز الأول والثاني إن شاء الله نتواصل وياكم بخصوص الجوائز اللي هي مقدمة من فيليبس وتكون جوائز قيمة. مثل ما عودناكم مستمعينا عندنا فقراتنا المتنوعة سواء التقدوية سواء الطبية أو الصحية كذلك. اليوم فقرتنا التقدوية بتتحدث عن شيء جدا ضروري ومهم واللي هو أهمية الرضاعة الطبيعية. بنتحدث أنا بالتفصيل اليوم وبتحدثنا عن أخصائية التقذية هنادي حسني القبيش. صبحك الله بالخير أستاذ هنادي. صباح النور. صباح النور يا هلا. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن فوائد الطبيعية ورح أخص بالذكر الفوائد اللي بتعود على الطفل. ممتاز. هلا إن شاء الله. تعد الرضاعة الطبيعية هي الوسيلة الأمثل لتغذية الطفل لتحسين صحته
سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، فهي إلها فوائد حالية خلال الرضاعة الطبيعية بتكون ملموسة، أو حتى بنلاحظها على المدى البعيد. فحليب الأم هو دائما الغذاء الأفضل اللي بيزود الطفل كل ما بيحتاجه من عناصر غذائية متكاملة منذ الميلاد حتى 6 أشهر الأولى من العمر. ممتاز. لذا توجب على الأم أن تبدأ الرضاعة الطبيعية بأسرع وقت ممكن بعد الولادة مباشرة، وذلك لأنه من أهمية سواء على صحة الأم أو على صحة الطفل. هلأ من هاي الفوائد أنه حليب الأم بيحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي بتلبي حاجات الطفل خلال السنة الأولى من عمره، وبيحتوي على كميات من البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون بكميات مناسبة لنمو الطفل، وما بيكون فيها زيادة تؤدي إلى زيادة وزن الطفل. ممتاز. بالتالي هاي الكميات جدا محسوبة، وهذا الفرق بين حليب الأم عن الحليب الصناعي. حليب الأم الكميات من البروتينات، الكربوهيدرات، السكريات تختلف من رضعة لرضعة، وكمان بتختلف مع تطور الطفل بالعمر، فكلما كبر الطفل بالعمر بتختلف مكونات حليب الأم. لكن الحليب الصناعي مثلا خلال 6 شهور الأولى في الحليب مثلا بيكون مكاتبين رقم واحد، هو مكونات الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات كلها واحد، لكن حليب الأم خلال هاي 6 شهور الأولى بيختلف تكوينه. هلا هاي الفائدة الثانية، حليب الأم سهل الهضم والامتصاص بسبب احتوائه على الإنزيمات الهاضمة، بالتالي بيحمي الطفل من الاضطرابات الجهاز الهضمي ممكن يتعرض لها مثل الإمساك، الإسهال، أمراض الجهاز التنفسي، الحساسية. كل هاي الأشياء ممكن يتعرض لها الطفل عند تناوله الحليب الصناعي، لكن لما يتناول حليب الأم بتقي من كل هاي المشاكل والاضطرابات الهضمية. ممتاز، وهذا شيء وايد مهم خاصة في السن الطفل، يعني هذا السن الحساس بداية عمره. أيوة طبعا. هلا بالإضافة إنه حليب الأم بيحتوي على الأجسام المضادة، هاي الأجسام المضادة ترفع من كفاءة الجهاز المناعي لدى الطفل، بالتالي تمكن مقاومة الأمراض والفيروسات لدى الطفل، ومقاومة عشان هيك بنلاحظ إنه الأطفال اللي بيعتمدوا المطلقة خلال 6 شهور بيكون هنادي مرض قليلة. تفضل سنتي لأنه معك. يتقطع شوي الخط، ممكن تعيدين النقطة الأخيرة بخصوص المضادات لأنه كان يتقطع شوي أوكي الخط. أوكي حليب الأم بيحتوي على الأجسام المضادة اللي بتساعد على رفع كفاءة وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، وبالتالي تطوير جهاز المناعة لدى الطفل. فمنلاحظ إنه الأطفال اللي بيعتمدوا على الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال 6 أشهر الأولى بتكون مناعتهم أقوى من الأطفال اللي بيعتمدوا على الرضاعة الصناعية، صناعي. بيكون إصابتهم أو عرضة إصابتهم للأمراض أقل، وإذا انصابوا من هذا المرض يتم شفائهم بشكل سريع مقارنة مع الأطفال اللي بيعتمدوا على الحليب الصناعي. لأن سبحان هلا الله المضادات هذه يعني لها دور كبير كذلك في أيوة رفع مناعة أيوة الطفل. بتدعم مناعة الطفل. هلا في كمان دراسات عديدة أثبتت إنه هناك علاقة بين ارتفاع مستوى مؤشر الذكاء عند الأطفال اللي بيعتمدوا على الرضاعة الطبيعية خلال 6 شهور الأولى مقارنة مع الأطفال الآخرين اللي بيعتمدوا على الرضاعة الصناعية، وهذا بيرجع بسبب احتواء حليب الأم على الأحماض الدهنية اللي بتساعد على نمو الدماغ وتقوية قدراته العقلية، وكمان بتقوي الأجهزة الحسية عنده مثل جهاز السمع، جهاز البصر. فكل هاي الأشياء كمان فوائد لحليب الأم عن الحليب الصناعي. ممتاز. كمان في هناك دراسة أمريكية هاي حديثة بتبين إنه حليب الأم بيحتوي على نوع معين من البروتين، هذا البروتين بيقلل من خطر إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة فيما بعد. هاي الفوائد نشوفها مو حاليا عند الأطفال، لبعدين بعد 2 و3 سنوات حتى لعمر 10 سنوات عند الأطفال، إنه اللي رضعوا رضاعة طبيعية ما بيعانوا من السمنة المفرطة مثل اللي أخذوا حليب صناعي. صناعي. هلا نيجي للحليب اللي يتم إفرازه خلال الساعات الأولى والأيام الأولى القليلة بعد ولادة الأم،
هو حليب اللبن أو الكوليستروم، هذا الحليب بيكون عالي بالبروتين وبيحتوي كمان على أجسام مضادة. جسمة الأجسام المضادة فيه بتكون كتير، بالتالي بتقوي وبيعزز من مناعة الطفل وبتساعده على مقاومة الميكروبات والجراثيم والأمراض وعدم إصابته بالعدوى بسهولة. بالنسبة الحليب كمان بتزايد كميته أوتوماتيكيا مع تقدم الطفل بالعمر، كمية الحليب بتختلف، كل ما كبر الطفل بيحتاج بزيادته، بالتالي من الأم بالذات تلقائي. حتى مكونات حليب الأم مثل ما ذكرنا مع تطور كبر يعني أيوة من يتطور الطفل فأكثر، يعني سبحان الله حتى يتغير، يعني الحاجة اللي أيوة يتغير حتى الكميات والأشياء اللي موجودة في حليب الأم سبحان الله عشان مكوناته تتوى طبعا مكونات عشان تختلف تتوافق مع تختلف جسمه واحتياجاته. أستاذ أيوة هنادي، كلمة أخيرة توجهينها تفضلي. لمستمعينا الأعزاء، الوقت ما شاء الله داهمنا والموضوع جدا مهم. بلى. هلا بالنسبة بنقول طبعا على الرغم من الجهود الجبارة اللي بتبذلها الشركات التجارية حتى تضمن تصنيع حليب بيحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الطفل، لكن ما زال هناك قيود تقنية وأخطاء إنسانية بتحد من قدرة الحليب الصناعي على الاقتراب من القيمة الغذائية لحليب الأم. فحليب الأم دائما هو الحليب الأفضل وهي نعمة وهبنا الله إياها، فلازم نستخدمها مشان نقوي مناعة الطفل، نزيد من قدراته العقلية، نقي من الأمراض المزمنة من سرطانات الدم، من أمراض الجهاز الهضمي ومن أمراض عديدة. فحليب الأم هو الغذاء الأفضل. أستاذة هنادي حسني الغبيش، أخصائية تغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياك يا أختي. الله يحييك. مستمعينا، مثل ما سمعنا بخصوص أهمية الرضاعة الطبيعية وشو الفرق بينها وبين الرضاعة الصناعية، في حد صح في حد يعني الأسباب معينة ما يقدر يكمل مع الرضاعة الطبيعية، بس سبحان الله تكون هالرضاعة الطبيعية يعني مقارنة بالرضاعة الصناعية يعني لها يعني فوائد وايد كبيرة، خاصة في الفترة والأيام الأولى من أو الساعات الأولى حتى بعد الرضاعة، بعد الولادة قصدي. فيعني يعني لو نذكر يعني هذا جزء من الأشياء اللي الحين اكتشفت، يعني إن شاء الله مستقبلا بتنكشف أشياء وأشياء أكثر وأكثر بخصوص أهمية حتى الرضاعة الطبيعية. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، ردينا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514114، الرسائل النصية على 4006. ما شاء الله الرسائل بخصوص الإجابات توصل، العدد ما شاء الله زين، تفاعلكم جدا جميل. بخصوص الرجاء ذكر الاسم لأن يتم التواصل، يعني ذكر الاسم أساس يعني كل حد جاوب، حرام في إجابات صحيحة كثيرة بس مو مذكور الاسم، فيعني الرجاء ذكر الاسم خلال بعث الرسالة النصية. إن شاء الله بيتم سحب الأسامي الصحيحة الإجابة عليه وسحب الأسامي بالإجابة الصحيحة على 11 إلا ربع اللي هي 10:45. فيفضل أنكم تبعثون قبل هذا الوقت. أعيد السؤال مرة ثانية، سؤال هذا الأسبوع: تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عنده بلوغ الطفل 2 من العمر أو عند ظهور أول سن في فم الطفل؟ على الإجابة على الرسالة النصية 4006. بتكون جوائز قيمة مقدمة من فيليبس سونيكير وجوردن، وبيتم إن شاء الله الإعلان عن الفائزين قبل نهاية الحلقة. مستمعينا، فقرتنا لهذه الفقرتنا الحين بتتحدث عن برنامج طب وعلوم، ويانا الأستاذ أحمد العامري، ضابط إداري رئيسي في إدارة التعليم الطبي والأبحاث. صباحك الله بالخير أستاذ أحمد. حياكم الله وصبحكم الله بالخير، وأحب أصبح المستمعين بالخير، وأتشرف أني أشارك وياكم في برنامجكم الجميل. مشكور ويسعدنا مشاركتك ويانا اليوم. أستاذ أحمد، ممكن تعطينا نبذة عن برنامج طب وعلوم؟ هي طويلة، لأن برنامج طب وعلوم اللي هو برنامج لرعاية خريجي الثانوية العامة أيوة. المقبلين
هو برنامج طب علوم هو برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة ممتاز. الملتحقين للتخصصات الطبية في دولة الإمارات من مختلف الجامعات في دولة الإمارات، والهدف أنها دعم الكوادر الوطنية بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة والقيادات الموجودة في هيئة الصحة. والحمد لله بدأنا البرنامج من 2016، راحين هاي تقريبا رابع سنة على التوالي الحمد لله، ممتاز. وندعم فيها التخصصات اللي هي الطبية والطب المساند اللي هي الأشعة والمختبرات، وعندنا اللي هو التمريض بعد. ممتاز، يعني أي شيء له علاقة بالتخصصات الطبية أو حتى الطب الطبية المساند. اي نعم، نغطي عالم التكاليف الدراسية، وتكون فيها امتيازات ثانية اللي هو توفير التأمين الصحي وفيها الرواتب الشهرية. كل تخصص يختلف عن الثاني. وبنتكلم عن اللي هو أهم الشروط في البرنامج. أيوة، الشروط أن الواحد إذا حاب يلتحق بهالبرنامج اللي هو طب وعلوم، يعني كيف نعم. يلتحق أو يتواصل وياكم من هالناحية؟ الحمد لله الإعلانات موجودة على كل المواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة والدول الحكومية، أعلننا فيها تقريبا من 3 أيام. وأهم الشروط اللي فيها لازم يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، جواز ممتاز. السفر وخلاصة تقيد، أيوة وفي نسب متفاوتة عشان التخصصات الطبية. مثلا اللي حابب أنه يتخصص في الطب لازم نسبة ثانوية عامة تكون 90 وفوق. عندنا في التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة نسبة ثانوية تكون 80، أيوة والمختبرات والأشعة 85%. والشرط ويكون أهم شيء إنه الشهادة الثانوية العامة ما طافت عليها 2 سنين. وأهم شرط حق الشباب الذكور اللي هي رسالة من الخدمة الوطنية إن هل تم عفاه أو تم تأجيله. ايوه وعقب ما يوافي الشروط كلها هذه تكون فيها مقابلة شخصية عندنا هنا لجنة طبية، يقابلون المرشحين ويشوفون أوراقهم على حسب الشروط وكل شيء. إن شاء الله يعني كل شيء أوكي، هذا خلاص نبدأ بالبرنامج مع الامتيازات اللي هو توفير التأمين الصحي والرواتب الشهرية ممتاز والمساهمة في تجديد الرسوم الجامعية. ممتاز صراحة، وهذا تشجيع كبير عشان نستقطب أو حتى الاهتمام بهالتخصصات الطبية اللي تحتاج صراحة يعني تركيز أكثر أن زيادة عدد العاملين فيها، وهذا تشجيع كبير من إدارة التعليم الطبي. أستاذ أحمد، في أشياء يعني بخصوص الجامعات، أنتوا عندكم جامعات معينة أو الطلبة لازم يبون قبول من جامعة معينة، أو يعني مفتوح المجال قدامهم بخصوص الجامعات الطبية؟ نعم، مفتوح المجال قدامهم، وأي جامعة طبية في البلاد معترف فيها من الجهات الرسمية ما عندنا خلاف فيها. وأهم شيء أنه يبنى رسالة قبول من الجامعة، وقت تقديم الطلب لازم تكون فيها رسالة قبول من الجامعة أنه وافي كل شروطها وكل الاحتياجات اللي تحتاج الجامعة، ويبنى رسالة القبول ويذكرون فيها شو التخصص والمدة الزمنية والتكاليف هذه، ويقدم على الطلب، يكون الطلب متكامل إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، ممكن تكلمنا أكثر عن أهمية هذا البرنامج؟ والله يا طويل العمر، أهمية البرنامج هو أن مساهمتنا في دعم وتشجيع الشباب المواطنين يعني البلاد أن يكملون في الكوادر التخصصات الطبية. هذا أهم هدف عندنا إحنا، أن نساندهم من البداية، من تخرجهم من الثانوية نحن وياهم. أيوة، الناس استشارات، ولا حتى لو مثلا ما يبون يقدمون يبون يعرفون شو مستقبلهم ولا شيء، موجودين احنا، ارقام التواصل كلها موجوده. يعني اي حد دخل على موقع هيئه الصحه راح يشوف اللي هو اعلان برنامج طب وعلوم، ارقام التواصل كلها موجوده فيها، حتى الايميل موجود، تواصلون وياه ونرد على جميع استفساراتهم ان شاء الله. ممتاز، لان في يعني يمكن انا كنت يعني خريجه مجال طبي، فصح والواحد ما يعني اول ما يطلع من الثانويه يعني حابب يستفسر عن اكثر الاشياء اللي موجوده يعني، فكنا نلجا لاصحابنا اللي دخلوا جامعات الطبيه نستفسر منه. بس هذا شيء جدا جميل يعني ومشجع للبقيه، ان في هيئه كامله موجوده اساس استقبال استفساراتكم، اجابات بتجاوبكم على أي استفسارات، تشجعكم بالتقديم لجامعات طبية معترف فيها في الدولة أو حتى يعني طب مساند يعني، وتتابعوا ياكم لين ما تكملون دراستكم فيها. فهالشيء جدا جميل يعني، حلو أن يتواصلون ياكم عن طريق في الموقع، عن طريق إدارة التعليم الطبي صح؟ نعم بالضبط، على موقع الهيئة
لكن ملاحظة يعني هو موجود الإعلان موجود حق طب العلوم، لكن باب التسجيل يفتح بعد إعلان نتائج ثانوية عامة اللي راح نفتحها إن شاء الله الشهر الجاي شهر تاريخ 10/7 إلى 15/8 لمدة شهر. من 10/7 أيوة، من 10/7 إلى 15/8 إي نعم، بيكون مدة كافية إن شاء الله لمدة شهر ويقدمون أوراقهم، هاي مدة التسجيل، من عقبها خلاص نبدأ نحن إجراءاتنا الداخلية وفرز الطلبات والأمور. ممتاز، لأنه صح، لأنه واحد أول شرط ذكرت أستاذ أحمد اللي هو النسبة في الثانوية العامة، وعلى أساسه نعم. سواء البرنامج الطبي أو الطبي المساند. نعم أستاذ أحمد، كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا الكريم. والله ما شاء الله على طلابنا، يعني شادين حيلهم يعني بشرة لواحد يتخرجون من الثانوية، ما شاء الله نشوف أقبال كبير في الطب، فنقولهم شدوا حيلكم وترسوا مهما كنتم تويا البلاد، ونحن وياكم ندعمكم ونشجعكم إن شاء الله، لو إن شاء الله سلسلات حتى خارج البرنامج هذه أي شيء يتعلق بالطب نحن موجودين وحاضرين. ما تقصرون، الله يعطيكم العافية صراحة، ومجهود تشكرون عليه في إدارة التعليم الطبي والأبحاث. أستاذ أحمد أستاذ أحمد العامري، ضابط إداري رئيسي في إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. عفوا، يعطيكم العافية وقواكم الله. الله يقويك، مع السلامة. مثل ما سمعت مستمعينا الأعزاء بخصوص برنامج طب وعلوم، يعني اللي حابب مواطني دولة الإمارات اللي حابب ينضم لهذا البرنامج، يعني إن شاء الله بعد ما تطلع نتائج الثانوية العامة بيكون باب القبول مفتوح من 10/7 إلى 15/8، يقدر الواحد يقدم خلالها، وعلى أساسها بس تختارون الجامعة نفس ما قال أستاذ أحمد، وتي الموافقة على قبولكم فيها، وإن شاء الله تتابعون الأمور معهم، ونتمنى لكم كل التوفيق، وكل التوفيق للممتحنين في الثانوية العامة وكذلك في المدارس والجامعات كذلك. مستمعينا، أذكركم بالسؤال، تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عنده بلوغ الطفل سنتين من العمر أو عند ظهور أول سن في فم الطفل. يمكنكم الإجابة عن طريق إرسال رسالة نصية على 4006. الجوائز قيمة ومقدمة من فيليبس سونيكير وجوردن، وإن شاء الله بنتم الإعلان عن الفائزين قبل نهاية الحلقة. مشكورين للي مشاركين، ما شاء الله الإجابات تبشر بالخير، إجابات ما شاء الله زينة، والحين المعظم ابتدى يكتب اسمه. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. أذكركم مرة ثانية بالسؤال، تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عنده بلوغ الطفل سنتين من العمر أو عند ظهور أول سن في فم الطفل. ما شاء الله الرسائل النصية بدأت تزيد، على 10:45 دقيقة إن شاء الله بيتم السحب، وإن شاء الله على نهاية الحلقة بنذكر الفائزين في السؤال اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق. مستمعينا، طبعا الحين تبدأ الناس استعداداتها للحج، خاصة اللي ناوي إن شاء الله السنة يحج، يعني يمكن أسابيع تفصلنا بين، يعني بنقول شهرين تقريبا، شهر ونص تقريبا، فالواحد يحضر نفسه من الحين، خاصة اللي حاجزين وخلاص سايرين على الحج، وفي تساؤلات كثيرة خاصة للأشخاص أو اللي بيطلعون على الحج، سواء كانت أول مرة أو أكثر من مرة، أو كانت يعني إذا كان عندهم مشاكل صحية من قبل أو كانوا صحيحين، وعلى حسب الأعمار اللي بتكون فيها، يعني كل شخص وعمره مرات تكون عنده أسئلة معينة بخصوص الحج، وخاصة الناس الحين وايد ابتدت يعني تهتم بصحتها، تهتم أنها يعني ما تتعب، أو وخلال هذه الفترة تكون بكامل صحتها وعافيتها. اليوم إن شاء الله بنتكلم أكثر عن الحديث عن حملات الهيئة التوعوية للحجاج، ويانا الدكتورة سلمى هادو، أخصائية باطنية في مستشفى دبي. صبحت الله بالخير دكتورة. أهلا وسهلا وصباح الخير عليكم، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة الظل
ان شاء الله ما استفيد من الكلام اللي انا حقوله هسه ان ان شاء الله. شاء الله دكتوره، لان صراحه شيء جدا مهم، خاصه الحملات التوعويه، وخاصه اذا تركز على اشياء مهمه الناس تهتم فيها وعندها اسئله وتساؤلات كثيره فيها، ومرات الاشخاص حتى يعني ما تخطر على بالهم الفكره او اي سؤال، بس يوم يشوفونها في الحملات التوعويه يتعلمونها اكثر واكثر. فممكن تحثينا اكثر وتعطينا نبذه عن حملات الهيئه التوعويه للحجاج؟ طبعا الحمد لله انه نحن معظم الحملات التوعويه بنعملها عن طريق السوشيال ميديا، اللي هو دائما عن طريق نور دبي، الاذاعه بتاعت نور دبي بنعمل عن طريق صحه لايف، ودائما نحن نختار التوعيه عن طريق الميديا لانها هي سهله، وحتى اي شخص ممكن من البيت يشوفها، من السياره، من تلفونه، صح، من اي مكان، فهي بالنسبه له اسهل. صح، وكذي انتم بتغطون عدد كبير من المجتمع. ايوه نعم، هي حتى لو اسهل طريقه الشخص انك تكون في مكانك وانت بتشوف النصايح وانت جالس في بيتك، في سيارتك، في الشغل، في اي مكان. واي وقت يناسبك. ايوه نعم. فبالنسبة للحملات اللي تعملونها بخصوص التوعوية للحجاج تتركز على شو دكتورة سلمى؟ دائما نحن الحملات التوعوية بنقسمها لقسمين، هي حملات التوعية ما قبل الحج، بعد كده بنجي للتوعية أثناء الحج، وأحيانا بعض النقاط على ما بعد الحج. ممتاز. تمام. التوعية اللي بتكون قبل الحج هي تجهيزات ما قبل الحج، فدايما نحن بننصح كل شخص ماشي الحج، معظم الحجاج وخصوصا كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، اول مرحله للحج بالنسبه لنا نحن الاطباء هي الاستطاعه. فاي حاج كبير في السن او عنده اي مرض مزمن لازم اول مرحله قبل الحج يمشي يقابل الطبيب بتاعه. صح. ودايما هو الطبيب بتاع الاسره او الطبيب اللي هو مواصل معاه دايما علاجاته من فتره طويله. المرحلة الأولى بتبدأ إنه بعد ما يزور الطبيب لازم يتأكد من الحالة الصحية بتاعته، بعد كده يسمح له بالحج، لأنه أهم ركن في الحج هو الاستطاعة. صح، خاصة أن تمام؟ الواحد بيبذل مجهود في الحج، فيعني هذا شيء أيوة أساسي. هي طبعا الحج هو عبارة كله عن مجهود جسدي، فدايما بيعتمد على المشي، على الطواف، على السعي، كله عبارة عن مجهود، فلازم نحن نتأكد إنه الحاج قادر على يعني القيام بهذا المجهود. تمام. ممتاز. أيوة. فإذا كان الحاج من أصحاب الأمراض المزمنة يفضل إنه ياخذ تقرير طبي من الطبيب بتاعه. التقرير الطبي فيه التشخيص بتاع المريض والأدوية اللي هو عليها. أيوة. ويفضل ممتاز. كمان إنه المريض ياخذ كمية من الأدوية بزيادة، إذا كان موسم الحج ياخذ منها لحد شهر، فيستحسن ياخذ علاج بتاع شهر ونص. أيوة، تمام. أساس سبحان الله ما حتى يستوي نكس. أيوة ما معروفة الظروف هناك، يعني يحصل تأخير، يحصل أي حاجة، فللضمان يستحسن يكون معه كمية كافية بزيادة من العلاجات بتاعته. ممتاز. تمام. أيوة. حتى العلاج بننصح إنه يقسمه على قسمين، قسم يخده في الشنطة الخاصة بتاعته اللي بيكون شايلة معه أثناء المناسك، وجزء يخليه في الشنطة الكبيرة اللي هو فيها الملابس وفي الحاجات الخاصة بتاعت الحاج. أيوة. تمام. المرحلة ممتاز. الثانية بعد ما إنه الطبيب بتاعك الخاص يقول لك أنت خلاص حالتك الصحية بتسمح بالحج، لازم على طول يتوجه للتطعيمات ما قبل الحج. أيوة صح. التطعيمات ما قبل الحج بتشمل الحمى الشوكية، وتشمل الأنفلونزا الموسمية، وبعض الأمراض بنديهم تطعيمات للالتهابات الرئوية. أيوة. التطعيم لازم يكون قبل أسبوعين أقل حاجة من السفر، عشان يدي الجسم فترة إنه المناعة تحت الجسم تكون في أكبر حالات. هذه نقطة جدا مهمة ذكرتيها مهمة. دكتورة طبعاً بخصوص الفترة، لازم قبل أسبوعين من السفر، مرات حتى قبله بيوم أو قبله بيومين، يعني هو مو بأن التطعيم يعني لازم ياخذ وقته بعد في الجسم أساس المناعة. وأشكرك أنك ذكرتي هذه النقطة بخصوص أن قبل أسبوعين. أيوة طبعا لازم، لأنه هو طبعاً في النهاية بيعتمد على أنك أنت بتنشط المناعة الموجودة أصلا في الجسم. أيوة. هي بتاخذ وقت، قبل أسبوعين، قبل 10 أيام، لازم قبل فترة كافية من السفر للحج. التطعيمات الحمد لله موجودة في كل المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة دبي، التابعة لوزارة الصحة، في أي مركز صحي أقرب لسكنك موجودة التطعيم، متوفر دائما في أي مكان وفي أي زمان، صح، فما بس في أي تذكر مشكلة لهم في التطعيمات. يذكر الشخص أنه رايح للعمرة، وطبعا على نفس ما ذكرتي أنت الحمى الشوكية والإنفلونزا، بس في حالات معينة التهاب الرئة، يعني اللي عندهم سكر أو كبار في السن، يعني أيوة يعتمد مثلا على الأعمار كذلك. بعض الأمراض أكبر من 65 سنة، أي مريض على غسيل، أي مريض عنده مشاكل مزمنة، فهذا عندهم إضافة، تطعيم إضافي هو الالتهاب الرئوي، المكورات الرئوية، فده بيتأخذ برضو في بعض الحالات كما أنا ذكرتها.
ثاني برضو من تجهيزات ما قبل الحج إنه الحج زي ما نحن قلنا عبارة عن مجهود جسدي، فلازم الحاج يبدأ رياضة، برنامج بتاع رياضي خفيف. صح، ممتاز. ونحن دائما بننصح بالمشي، فبننصح الحاج قبل أسبوع من السفر إنه يبدأ يتمشى، تمام، المشي يعني نص ساعة في اليوم. وأهم حاجة أثناء المشي يجيب حذاء مريح، ويفضل الحذاء اللي هو حيمل به المناسك بتاعت الحج يجيبه ويبدأ به المشي من قبل السفر. ممتاز، هاي النقطة بعد كذلك يتعود عليه ويكون مرتاح فيه، ويتأكد إنه هو ده الحذاء اللي هو حيقدر يعمل به كل المناسك بتاعت الحج اللي احنا قلنا حيكون فيها مشي كثير وحيكون فيها طواف وسعي. أيوة. مواصفات الحذاء لازم يكون هو من البلاستيك عادة، ولازم يكون قوي ومقفول من قدام. كمان بننصح إنه الحذاء لازم يكون أكبر بدرجة واحدة من مقاس الحاج، لأنه الرجل بتورم أثناء المشي في الحر. طبعا هو معظم المناسك بتكون دائما في فصل الصيف، فأي في فصل الصيف دائما الجسم شوية بيكون متورم، بيكون في توسع في الأوعية الدموية، فالرجل بتكبر شوية بتورم، حتى الوقفة الطويلة فترات طويلة. ده كله يؤدي لتورم قليل في القدم، فيستحسن دائما الحذاء يكون أكبر بدرجة واحدة من المقاس اللبس عادة. ممتاز، تمام. برضو من تجهيزات ما قبل الحج حقيبة الحاج. الحقيبة نحن بنقسمها لنوعين من الحقائب، هي الحقيبة الكبيرة اللي بيكون فيها الملابس، بيكون فيها المحارم، بيخد فيها شمسية، دائما نحن المظلة الشمسية بنفضل تكون لون فاتح، ما تكون فيها زوائد عشان ما يعني ما تحصل مشاكل للحاجين حولك. لازم الشنطة كمان يكون فيها بعض الكريمات الواقية من الشمس، بيكون فيها كمان ماسك يتلبس اللي هو كمامة بنلبسها أحيانا عشان نعدنا الحماية من الإنفلونزا، زي ما حنجي نتكلم قدام عن الإنفلونزا. أيوة. في شنطة تانية بتكون هي الشنطة بتاعة الإسعافات الأولية. الشنطة بتاعة الإسعافات الأولية يفضل تكون مع الحاجة على طول فترة كل المناسك بتكون معاه، دي بيكون فيها شوية قطن، شوية شاش، بنادول إذا جاته جاف صداع، بعض الكريمات آلام العضلات لأنه أحيانا بيحصل شد عضلي أثناء المشي. بعض الحبوب بتاعت المغص، أحيانا بعض الحجاج بيجون شوية مغص، خاصة مع تغيير نوع الأكل. أيوة. يعني هالأشياء كلها تأثر على الشخص نفسه. أيوة نعم. برضو الشنطة الحقيبة الصغيرة ممكن يكون خاطي فيها قارورة بتاعت مياه، أحيانا مرة ممكن يشرب منها، لأنه برضو زي ما نجح هنتكلم بعدين إنه لازم يكون في شراب كمية كبيرة من الماء. من تمام؟ الماء. صح. من الحاجات المهمة هو السوار الساعد، وهي بطاقة صغيرة بخصوصا للحجاج ذوي الأمراض. أيه. هي بطاقة صغيرة أو يعني نسميه سوار المحصم أيا كان، أو تتلبس في العنق أو تتلبس في اليد. هي بتكون فيها المعلومات الرئيسية عن الحاج، اسمه ورقم هاتف يمكن التواصل معه، يعني لا قدر الله لو حصل حاجة، لو الحاج ضاع أو مثلا تعب أي مشكلة، لازم يكون في رقم للتواصل. يفضل يعني سبحان الله للطوارئ، أساس الواحد يعني أي حد لقاه سبحان الله أو على طول يتواصلون مع الشخص. أيوة بالضبط، هي للطوارئ تقريبا بالذات. أيوة. كبار السن أحيانا بينسوا. صح. أحيانا قد يضيعوا من الحملة بتاعتهم. أيوة. فأحسن يكون في سوار المحسم اللي هو الاسم، فيه رقم هاتف يمكن الوصول له، ويكون دائما فاتح في معظم الزمن. الأمراض الصحية وممكن من وراء في نفس الديباجة بتتكتب الأدوية بتاعت المريض اللي هو بياخدها. ممتاز. دائما بنفضل انه الدواء يتكتب بالاسم العلمي، ما بنفضل الاسم التجاري، لانه ممكن في السعوديه هناك الاسم اللي هنا عندنا في دبي او مثلا في باكستان او اي مكان يختلف. صح، الاسم العلمي صعب على الطبيب بتاع الحمله انه يقدر يعرف اسم الدواء. دكتوره، خلال فتره الحج يعني نفسها، غير عنها يعني يكون حاط يعني تكون عنده دائما بطاقة اللي فيها أدويته، وتكون شو الأشياء الثانية كذلك؟ طيب ممكن بعد كده ننتقل أثناء فترة الحج. طيب نحن أهم حاجة بننصح إنه الحاج يتقي شرط بعض الحاجات اللي هي على رأسها الوقاية من الأمراض الجلدية والتسلخات. صح. أكثر حاجة بتعرض لها الحاج هي التسلخات، هي الإنفلونزا، هي ضربات الشمس، هي التسمم الغذائي. بالنسبة للأمراض الجلدية والتسلخات الجلدية، هي دائما بتحصل عند المرضى اللي بيكون شوية صحتهم زايدة، يعني بيكون وزنهم زايد، فهي بسيطة. يعني كيف توقي نفسك منها؟ حاجة بسيطة، النظافة الشخصية أهم حاجة. أيوة. التجفيف دائما بعد الاستحمام. الأماكن اللي بيحصل فيها الاحتكاك زي بين الساقين، زي تحت الثدي عند المرأة، فدي لازم يكون فيها نعمل عليها كريمات أو البودرة بتاعت الأطفال. أوكي.
يعني أثناء المشي لازم يكون في كريم في الحتات اللي بتحتك مع بعض، زي ما قلت بين الفخذين، ممكن تحت الثدي، ممكن الإبطين. أيوة. تمام. ودائما نحاول نعقم اليدين، وغسل اليدين كل ما نلقى فرصة نغسل يدنا، لازم الأيدي تتغسل. أيوة، من أهم الأشياء. أيوة، زي ما ذكرت إنه كمان برضو الكريمات اللي هي الواقية من الشمس لازم برضو يعني الحاج يستعملها، برضو بتخلينا إنه نتفادى الأمراض الجلدية والتسلخات. صح، عدم الحروق اللي من أشعة الشمس. أيوة، دي برضو لازم الكريم. بعدين الكريم النسبة حق التركيز تعتمد على لون البشرة، فكل ما لون البشرة كان غامق كان فاتح بنحتاج لتركيز أكثر. أكثر بالنسبة لي. أيوة نعم، حسب لون البشرة، حسب بعض كمان حسب بعض الأمراض الروماتيزم ده اللي بيحتاج لتركيز عالي من واقي الشمس. أهم حاجة برضو للوقاية من التسلخات والأمراض الجلدية عدم مشاركة محارم الغير، يعني لا ما في حاجة اسمها هذا صديقي أو أختي أو كذا أنا ممكن أستعمل نفس المحرم بتاعه، لا، فكل واحد لازم يكون المحرم حقه لوحده. أيوة تمام. الحاجة الثانية المفروض الحاج يعني يعمل حسابها أو نحن بننصحه إنه يكون بعيد عنها، هي الإصابة بالإنفلونزا. طيب، الإصابة بالإنفلونزا أهم حاجة الوقاية هي بتبدأ زي ما قلنا باللقاحات، اللي هو اللقاح اللي بتأخذ قبل أسبوعين من السفر. أيوة، بالتطعيم. أيوة بالتطعيم. أيوة بالتطعيم. الحاجة الثانية استخدام الكمامة، في بعض المناسب نحن بننصح إنه يستخدم فيها الكمامة اللي هي بيكون فيها الازدحام. أيوة. دائما الطواف، رمي الجمرات، يفضل استخدام الكمامة، والكمامات كمان موجودة في أي صيدلية موجودة، ما فيها أي مشكلة. صح، إنه الحاجة تحصل عليها متوفرة. متوفرة، ويفضل كمان إنه الكمامة تتغير كل 4 ساعات، لأن يعني هي كمان بتعلق فيها الأقبرة، بتعلق فيها الجراثيم، فكل 4 ساعات يفضل تتغير الكمامة، تترمي في مكان وبعد ذلك تتلبس كمامة ثانية. اوكي صح. إيه، انا اساس إيه، لان سبحان الله يعني ما بان نفس الكمامه، يعني هاي نقطه تشكرين عليها دكتوره. لا، ما اليوم كامل يستخدم كمامه، ما باليوم كامل يستخدم الكمامه او يرد يكررها على الايام الثانيه. لا، واحده كل 4 ساعات بتتغير. ايوه تمام. كمان اذا المريض عنده عاطف او عنده جحا، يفضل انه يستخدم منديل ديسبوزابل اللي هي المناديل الورقيه، يبح في المنديل او يحبس في المنديل عشان كمان ما يكون هو مصدر للعدوى لاخوانه والحجاج الاخرين، فيستحسن دائما استعمال المناديل الورقيه والتخلص منها في القمامه يعني على طول. طيب، ننصح انه الحاج ما يحاول يهبش فمه او عيونه بيدينه دائما بيده المباشره، يعني اذا حس انه في حاجه في عينه او في حاجه في انفه او كذا، نحن بنمنع تماما استخدام اليد المباشره، ممكن ينظف العين او الانف او الفم برضه بالمنديل الورقي ذا الاستعمال الواحد. صح، لأنه يرميه ما يحتاج يردي نظفه مرة ثانية، يعني نفس الفواط أو الأشياء الثانية، بس المنديل أسهل يعني، وحتى أنظف يعني، على طول تنشف إيدك، تنشف وجهك، على طول ترمي يعني، ما ترجع تستخدمه مرة ثانية. لا ما ما لا يفضل ذلك، فعشان كده هو المناديل جزء من الشنطة اللي بتكون مع الحاج دائما الشايلة اللي فيها الإسعافات الأولية، من ضمنها كده تكون في المناديل الورقية. تمام. بالنسبة كمان للوقاية من الإنفلونزا، لازم نشرب كمية كافية من العصائر اللي هي بتحتوي على فيتامين سي، زي البرتقال والليمون. تمام. اذا المريض ما يتحصل على عصير فيه عصير برتقال او ليمون، ممكن في الاقراص بتاعه فيتامين سي، هي ممكن تكون منها فوار او حبوب، هي بتتحط في الماء وبتتشرب على طول. بس من ناحيه العصاير نركز، ام الاشخاص اللي عندهم مرض السكر يعني ما نزيد في شرب العصاير من غير سكر، ما في مشكله. هو في مجهود يعني. أيوة. العصير ممكن يكون من غير صح. سكر. إذا العصير ما توفر زي ما قلنا، ممكن يأخذ معه فيتامين سي، هو فوار بتتخطى في الماء بتتشرب. هي الفكرة من فيتامين سي إنه تزيد المناعة تحت الجسم. أيوة صح، إنه تزيد مناعته بس كذلك، ما بأنك علاج له. ننتقل كمان للوقاية من ضربات الشمس، لأن هي من الحاجات الشائعة أثناء الحج، ودي أساسا الشيء الأساسي في الوقاية من ضربات الشمس شرب الماء الكافي. يعني ممكن الحاج يشرب من 3 لـ4 لتر موية، قدر ما يلقى موية يشرب، بدل ما يلقى مويه يشرب، ما يمنع نفسه من المويه، يشرب أكبر كمية ممكنة. أيوة. لازم يستخدم المظلات فاتحة اللون زي ما تكلمنا قبل كده، النظارات الشمسية. أيوة. النظارات الشمسية وكمان الكريمات الواقية من الشمس. وهم نقطة كمان في الوقاية من ضربات الشمس، العدسات اللاصقة، نحن دائما أثناء التعرض للحر بننصح أنه تتشال. صح، هاي نقطة. العدسات اللاصقة تتغير بنظارة خارجية، ما في داعي لها أصلاً، العدسات اللاصقة تعمل مشاكل كبيرة في العيون مع الحر.
إذا الحاجة شعر بأي حرارة أو بأي فتور لازم يفتح مباشرة. إذا هو أثناء ما مارية في المناسك بتاعت الحج شعر إنه تعبان في ألم في العضلات في الرجلين ولا كده، لازم طوالي على طول يمشي يرتاح ياخد قسم من الراحة، ما يجهد نفسه أكثر. المجهود ممنوع في الحج، أيوة، لأن المجهود ممكن يؤدي لنا بعد ذاك لضربة شمس. هو أي مجهود في الحر إذا أي حاج حتى لو كان صحيح يعني من غير أمراض مزمنة أو كذا، إذا شعر إنه في فتور زيادة من حقه يرتاح يعني. أيوة دكتورة سلمى، إن شاء الله بتكون عندكم حملات توعوية في المستقبل يعني قريبا بخصوص الحجاج، صح؟ إن شاء الله إن شاء الله. إحنا دائما تفضلي. لا الإعلان بيكون عنها عن طريق التواصل الاجتماعي، قنوات التواصل الاجتماعي، عشان المستمعين اللي حابين يسيرون الحج حابين يجون يشاركون في الحملات التوعوية ويتعرفون أكثر. إن شاء الله أنتم بتعرضون عنها أكثر قبل الحملات التوعوية. أكيد نحن برضو عندنا لسه مواصلة في الإعلان عن الحملات الجاية، هي طبعا لسه الحج في زمن كافي إنه يكون فيه توعية بزيادة، فهي دائما في موقعنا حق الصحفي برضو إعلانات بتكون دائما موجودة عن مثلا ممكن تكون في لقاءات قادمة بيتعمل عنها إعلان. بنفكر أحيانا نعمل إعلانات أو توعية على أرض الواقع يعني، نحاول نعمل مثلا كحملات توعوية معسكرات. أيوة. ممتاز. مخيمات قصدي. ممتاز. إن شاء الله بنحاول في الفترة الجاية بنفكر في الموضوع. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، موضوعنا جدا شيق ومهم والحديث يطول كذلك فيه بس الوقت أسعفنا. الدكتورة سلمى هادو أخصائية باطنية في مستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مرحبا. شكرا دكتورة، شكرا على المعلومات اللي ذكرتينا فيها، وكذلك معلومات يعني معلومات جدا قيمة ومهمة، يعني نحتاج إن شاء الله نتواصل أكثر وأكثر مع دكتورة سلمى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية أساس نتعرف أكثر وأكثر عن الإرشادات والنصائح الصحية للحجاج خلال وقبل. قبل تكلمنا عنها أكثر، إن شاء الله خلال بنتكلم أكثر وأكثر عنها. مستمعينا الأعزاء، حان وقت ذكر الفائز في مسابقتنا الدنت أورل. أذكر بالسؤال، تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عنده بلوغ الطفل سنتين من العمر أو عند ظهور أول سن في فم الطفل. طبعا الجوائز بتكون جوائز قيمة مقدمة من فيليب سونيكر وجوردن، والحين إن شاء الله بنعلن عن أسماء الفائزين. عندنا فائزين اثنين ما شاء الله معظم الإجابات كانت صحيحة، يعني ما شاء الله يعني معظم الناس عندها ثقافة كبيرة بخصوص الفم والأسنان. يعني أذكركم مرة ثانية، الحين إن شاء الله بنعلن عن الفائزين في المسابقة اليوم. الفائز الأول شيخة عبد الله الكتبي، شيخة عبد الله الكتبي. الفائز الثاني جواهر يوسف آل علي، جواهر يوسف آل علي. إجابة السؤال هو عند ظهور أول سن في فم الطفل، من أول ما يطلع أول سن نفضل نبتدي ننظف أسنان الطفل. على سنتين خلاص أسنانه تقريبا كلها طالعة، يعني فالأسنان القبلية تكون يعني خلاص يعني فيفضل، والحين فراشي الأسنان تكون صغيرة ومهيئة تقريبا لأنها تنظف من أول سن. ثاني شيء خدمات الأسنان يشكرون قسم الأسنان صرا عليها، في قسم صحة الطفل متوفرة أخصائية للأسنان بحيث تتابع أسنان الأطفال من أول ما ينمو أول سن، وإرشادات الأم وتعليمها وتدريبها كيفية العناية بأسنان الطفل. السؤال، تبدأ الأم بتنظيف أسنان الطفل بفرشاة الأسنان عند ظهور أول سن في فم الطفل. مبروك، ألف مبروك للفائزتين شيخ عبد الله الكتبي وجواهر يوسف آل علي. إن شاء الله اليوم بيتم التواصل وياكم بخصوص الجائزة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا الغفلي، في الإخراج ميثا بيات، وياكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.